جملة من الانشغالات طرحها الشركاء الاجتماعيين المنتسبين لقطاع السياحة والصناعة التقليدية على كل من وزير القطاع ووزير النقل خلال جلسة عمل تم فيها عرض بعض المشاكل والمعوقات التي يعاني منها منتسبو قطاع السياحة. هناك عدة مشاكل، منها المشاكل التي تتعلق بكل ما هو نقل جوي، بالخصوص يعني في الدرجة الأولى الشركة الوطنية الناقلة الجوية الجزائرية، عدم استقبالنا كوكالة سياحية من طرف الإدارة المركزية، عدم تعويض تذاكر الزبائن اللي حطتنا احنا وكالة السياحة والأسفار في مأزق مع زبائننا لحد الساعة لحد اليوم، كذلك غلق بيع التذاكر الدولية وحصرها فقط على الخطوط الجوية الجزائرية والموقع الإلكتروني للخطوط. 40 مليون دالجيريان يحلوا لهم الأونلاين، وحنا نوصل 350 كيف أغري أفيغ الألجيري، كما قال الإنسان منعونا بنخدموا عامين وحنا حابسين يومنا هذا. انشغالة وعد كل من وزير السياحة والصناعة التقليدية ووزير النقل بحلها من خلال دعوة الشركاء الاجتماعيين بوضع لائحة انشغالات موحدة ومدروسة. نحن حريصين كل الحرص على توضيح هذه العلاقات وعلى الفتح نتاع المجال المنافسة وعلى تشجيع هذه المبادرات الخاصة اللي ربما هي اللي رايحة تسمح لنا باش تكون هناك منافسة بين مختلف الشركات الناشطة في هذا الميدان وبين مختلف كذلك الفاعلين في قضية النشاط السياحي. أنتم كنتوا تقولوا بلي هذه المشاكل تواجه وكالات السفر والسياحة وقطاع السياحة بصفة عامة منذ أكثر من 30 سنة. بداية المشوار الألف ميل تبدأ بخطوة، وبداية الغيث قطرة، وإن شاء الله هذه هي البداية. دينا مع السيد وزير النقل راح نمر إن شاء الله مع الوزارات ذات الصلة بالقطاع لطرح كل الانشغالات التي يتخبط فيها القطاع. جلسات عمل كهذه بالنسبة لمنتسبي القطاع تعد فرصة للحوار والتنسيق لإيجاد حلول تساهم في بعض النشاط السياحي في محاوره المختلفة.